مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحشتونا قوي قوي. طبعا بنبدأ أولى حلقات برنامجكم المميز، برنامج جديد وأفكار جديدة من برنامجكم بدون سابق إنذار. طبعا اختيارنا للاسم ما كانش من فراغ، ده لأن كل اسم ليه معنى. هنبدأ معاكم بدون إنذار، بدون قيود، بدون ترتيب. بدأنا معاكم. أما خير الأمور كانت الوسط، وكانت كلمة سابق نقصد بيها سابق فكرك، سابق طموحك وأحلامك، سابق كل شيء صعب، حتى كمان تقدر تسابق وقتك. لا يا جماعة، ده النهاية دايما بتكون إنذار، إنذار للسلبيات، إنذار للأخطاء، إنذار لكل شخص بيحاول يهمل دوره وواجباته. ولأننا منكم بدأنا معاكم وهنكون معاكم في برنامجكم بدون سابق إنذار. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بموجز أخبار الأسبوع. ورجعنا مرة تانية مشاهدينا ومعانا أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة، والوزير ينفي الخبر ويقول لا نيل تأجيل الدراسة. بعد احتفالية كبيرة صرح بأنه سيكون رئيس لكل الأمريكيين وأكد أن القادم أصعب. رفع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية درجة الاستعداد القصوى للأمطار، ونبه رؤساء المدن والأحياء متابعة الأوضاع لحظة بلحظة. عن تأجيل الدراسة، تم تأجيل الدراسة بمحافظة الأسكندرية ومحافظة مطروح والبحيرة لسوء الأحوال الجوية وليس بسبب فيروس كورونا. تويتر حذر 16 تغريدة لترامب من لحظة إغلاق مراكز الاقتراع مساء يوم الثلاثاء الماضي لأن محتواها على خلاف وربما يكون مضللة. صرح ياسر عبد السلام مدير العملية الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة إن قرار وزيرة التضامن بتحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت ميزة جاء بهدف توفير مميزات متعددة للعميل، من ضمنها إتاحة عملية السحب والإيداع. تم إلغاء الكتب الدراسية في بعض الجامعات المصرية وعمل اسطوانة تحتوي على المادة العلمية للطالب، وبالتالي ليس من الضروري دخول الطالب المنصة. وبالنسبة للمدارس، في حالة اكتشاف حالات كورونا سيتم إغلاق المدرسة 3 أيام للتعقيم ثم تعود الدراسة من جديد بها. فتاة مصر الذهبية ميار شريف تحقق إنجاز تاريخي وتتأهل لنهائي تشارلستون الدولية للتنس. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت عن انتشار المعدات الخاصة بها بمحافظتي القاهرة والجيزة للتعامل مع الأمطار التي تشهدها المحافظتين. وده كان آخر خبر معانا في موجز أخبار الأسبوع. خلونا نطلع فاصل مع فقرة مهمة جدا، 3 فوق و3 تحت، فقرة مفاجأة شوية، ولكن استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة 3 فوق و3 تحت، ودي كانت فقرة قدمها معانا فريق الإعداد والمراسلين، كانت فقرة مبتكرة شوية. وأول حاجة إيجابية معانا وهي أم مريم لشراء وتوصيل طلبات للمنازل، ودي كانت نموذج مشرف جدا جدا للأم المصرية المكافحة. طبعا كل ست عندها هموم وكل ست عندها مشاكل كتير، ولكن هي تعبت وعفرت عشان تصرف على أولادها
وتعبت كتير جدا، وبشكر كل الأمهات العظيمة اللي بتتعب على أولادها. وفي كذا نموذج معانا، أم صرفت على أولادها وتعبت على أولادها وما شاء الله لحد ما كبرتهم وبقوا مهندسين ودكاترة ونماذج مشرفة فعلا. وبشكر الأمهات اللي بتتعب وبتعمل أي حاجة عشان خاطر أولادها فعلا، وبتمنى كل الأمهات يعملوا زي المثال المشرف ده. كمان معانا الحاجة السلبية، الدكتور المتحرش بفتاة الميكروباص بالزقازيق، وده طبعا دكتور يعني واقعة مؤسفة وغريبة للغاية حصلت في محافظة الشرقية بعد ما قام دكتور بمستشفى الزقازيق بفعل غير أخلاقي. الفعل الغير أخلاقي ارتكبه في الميكروباص، يعني بصراحة أنا مش عارفة الحقيقة. هو المفروض طبيب في مستشفى، وقالوا لي كمان إنه معيد في الجامعة، فيعني هو ده إنسان عاقل 100% كمان، يعني المفروض إن هو ما يخرجش منه كده خالص. ف يعني ده دليل إن لا بالتعليم ولا بالكليات ولا بالشهادة، شهادتنا الأولى والأخيرة هي الأخلاق والتربية. ومعانا حالة إيجابية كمان، أشرف سواق تاكسي بيوصل المرضى لأي مستشفى مجانا. والله بلد لسه فيها ناس محترمة ومليئة بالإنسانية وتستاهل بجد التكريم. الصور معروضة علينا. معانا حالة سلبية أمام مبنى هيئة التأمين الصحي وخلف حي غرب وهيئة البريد والسكة الحديد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. زي ما حضراتكم شايفين المنظر سيء جدا وغير لائق، انا اول مره اشوف المنظر ده بجد. بالناشد اللواء ابراهيم ابو ليمون بالتدخل السريع لحل هذه الازمه. طبعا كلنا لما بنسمع ان في مسؤول بيهتم جدا بطلبات المواطنين ما بنصدقش ان ده فعلا حصل في مصر. وزير التضامن الاجتماعي يتدخل سريعا لمساعدة شاب بعد نشره فيديو يشكو فيه من ضيق الحال. طبعا من النماذج المسؤولين المشرفة جدا اللي كلنا بنفتخر بيها. شكرا جدا لحضرتك. وزي ما في إيجابيات طبعا عندنا سلبيات، وعشان عندنا سلبيات كان عندنا من السلبيات زي ما في حاجات كتير حلوة. كان في خبر وحش لابن المستشار اللي الناس كلها، القضية اللي الناس كلها اتكلمت عليها وفتحت موضوعها، وللأسف أنا مش هتكلم عن الموضوع ده النهاردة لأن ناس كتير اتكلمت فيه. أنا بس هخليها آخر حاجات السلبية النهاردة وننهي فقرتنا ونروح لفقرة جديدة. فاصل ونرجع تاني.